قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به مقدم، ربه رب فاعل مؤخر، ومعنى الكلام أن الله سبحانه ابتلى أي اختبر وامتحن إبراهيم عليه السلام بكلمات أي بشريعة، فأتمهن أي وفى إبراهيم عليه السلام وقام بهذه الشريعة أحسن القيام. عشان كده ربنا قال فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما أي بما قمت به من تمام هذا الدين فسأجعلك للناس إماما. ولهذا استحق إبراهيم عليه السلام الإمامة كما قال الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإبراهيم عليه السلام لما وفى ما أمره الله تعالى به من الدين كان إماما للعالمين. قال سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. دعا إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله تعالى الإمامة في ذريته، ومن هنا استحب أهل العلم أن يدعو الإنسان لذريته للصلاح. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام لذريته قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع أنه لاحظ أيها المسلم الكريم، إبراهيم عليه السلام هو من جاهد في التوحيد ومن كسر الأصنام بيده ومن أقام لله بيته، مع ذا ربنا يقول له: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وإبراهيم يسأل ربنا يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عشان كده نحن المسلمين الضعف المساكين ديل مفترض نخاف على نفسنا من الشرك أكثر من خوف إبراهيم، إذا كان إبراهيم بخاف إنه يعبد الأصنام وذريته تعبد الأصنام. ومن هنا يا أخواننا ينبغي لمن سأل الولد أن يسأل الولد الصالح. إبراهيم لما دعا ربنا قال: ربي هب لي من الصالحين، ما ولد عمره أكثر من 80 سنة، قال ربي هب لي من الصالحين. لاحظ ما قال ربنا اديني جنة زي ما نحن بنقول، ولو قلت بس يا الله اديني جنة ممكن يديك، لكن يطلع لك عار.
يضرك ويضر الأمة كلها. عشان كده أنت قيد الدعاء، قيد الدعاء، رب هب لي ولدا مباركا، يعني ولدا صالحا. طيب قال ومن ذريتي، ربنا استجاب له الدعاء وجعل في ذريته النبوة والكتاب. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من ذريته. قال سبحانه: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. دل كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولهذا من صلاح الإنسان أن يدعو إلى بنيه بالصلاح. وقد عرف عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يدعو بالعلم لذريته، فكان اليوم من ذريته العلماء الكبار جيلا بعد جيل. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. ربنا قيد له الدعاء، يعني ربنا استجاب له إنه يجعل من ذريته الأنبياء ومن ذريته الصالحين. ولكن ربنا تعهد ألا تكون الإمامة في الدين للظلمة، لكل ظالم لن يكون إماما في الدين. فينبغي لكل من أراد الشرف، شرف حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده وميراثه، أن يكون عادلا صادقا قيما في دينه. قال صلى الله عليه وسلم: ليحمل أو يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جعلنا البيت مثابة، أي مكانا تثوب إليه نفوس المؤمنين ولا تشبع منه ولا تقضي منه وطرا، يعني نهبت محبة البيت في قلب أي مؤمن لن تنتهي. وكلما عاد الإنسان إلى البيت زادت محبته له. قال تعالى: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقيل من لطائف العلم أن الإنسان يطوف والبيت عن يساره، بيكون البيت على يدك الشمال، بتبدأ من الحجر وبتطوف الأشواط بتاعت الطواف، فيكون البيت مقابلا لقلب الإنسان، قلبك قريب من البيت، فقلوب المؤمنين تحنو إلى البيت مثابة للناس وأمنا. البيت مكان آمن، ومكة مكان آمن للناس، للمسلم وغير المسلم، حتى للحيوانات تأوي إليه فلا تفزع. ويحرم عليك إنك أنت تفزع الحيوانات داخل الكعبة. وكانت العرب تعظم البيت، ولو واحد وجد قاتل أبيه أو قاتل أمه عند البيت ما كان بيفزعوا ولا بيقتلوا، هذا من تعظيمهم للبيت. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم معلوم الآن مكانه على اتجاه البيت، باب البيت لقدام شوية. والمقام أصلاً هو الصخرة
التي كان يصعد عليها إبراهيم عليه السلام لما كان بيبني في الكعبة، كان بيصعد على صخرة زي ما بنسميها نحن هنا البنايين عندنا بيسموها بالسقالة، كانت زي السقالة اللي بيطلع بها صخرة كبيرة، ويحولها كل ما انتقل من جدار للتاني لحد ما كان آخر جدار بنوا إبراهيم في البيت وإسماعيل بناوا له الحجارة كان ده الموضع بتاع الصخرة اللي خلاه في محلها، وده مقام إبراهيم. وكانت لزقا للكعبة، كانت مع الكعبة طوالي جنب الباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد عهد أبو بكر الصديق لحد ما جاء في عهد عمر جعل بينه وبين الكعبة مجالا، رجعوا لي ولا شوية، ودي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجع عمر شوية من الكعبة، فبقى بينه وبين الكعبة مجال. وكان هذا الحجر عليه مواضع أقدام إبراهيم عليه السلام إلى وقت العرب في الجاهلية، ولهذا قال أبو طالب في النونية قال وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، كانت آثار القدمين واضحة، ولكن لما كثر عليها مسح الماسحين، الناس اللي بيمسحوها بيدينهم واللي قايلين في عبادة اسم المسح على المقام، وما في عبادة كده، مسحوا عليها الناس كثيرة فمسحوا آثار إبراهيم آثار القدمين اللي عليه، ولهذا قال قتادة ابن دعام السدوسي رحمه الله تعالى إنما أمرهم الله أن يصلوا عند المقام، دي السنة، تصلي والمقام بينك وبين الكعبة، كون المقام هنا والكعبة قدام وانت تصلي في الحتة دي هنا ركعتين الطواف بعد ما تكمل السبع أشواط من الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما أمرهم أن يصلوا عند المقام ولم يأمرهم أن يتمسحوا به، ودي من البدع الآن اللي بيعملوها الناس ومن الجهل، ناس بيتمسحوا بالمقام ويكاد إنه يقلعوا عديل يكسروا يشيلوا معاهم، وناس يتمسحوا على جدران الكعبة، ودي أخواننا ما فيها سنة ولا فيها بركة، لكن في ناس من جهلهم الواحد بيلقى العطر بتاع رتاج الكعبة جميل وطوالي يظن إنه الريحة دي ريحة الجنة، وطوالي رايح بتبرك ويشيل ودائر الريحة تلزق في هدومه ويمشي وريها لأهله هناك، وده كل ما من السنة وغيره من الأمور الكثيرة. ما ليس من السنة إلا استلام الحجر تلمس بيدك أو تقبل إن استطعت أو تشير له ولو لم تستطع، دي السنة كده. وحتى لما تلمس الحجر ليس فيه يا أخواننا بركة تؤخذ، أنت ما حتشيل حاجة عشان تمشي بها، لا، إنما هذه السنة إنه لمس الحجر يحط الخطايا، هذه هي السنة. ولهذا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمن السنة بعد ما تكمل أشواطك بتاعت الطواف السبعة تنتقل إلى خلف مقام إبراهيم لو أمكن فتصلي فيه ركعتين كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور. اللهم فرج همنا يا ذا الجلال والإكرام، وقوم للصلاة يرحمك.